بكم كيف ما كنتوا وين ما كنتوا، ومرحبا بكم على قناتي كويزين ألفة. واللي مازال ما اشتركش اشترك حالا، ويلا معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم تعمدت باش نعمل لكم فيديو طويل شويه باش نفسر لكم طريقه نتاع عشاء مناسبات، والا يجي قضيف على غفله. العشاء يتعمل في ساعه. انا هوني عملت الفيديو اللي فات، عملت الجاتور وليه عملته معاه، ما شدنيش ساعه ونص، كملت كل شيء في ساعه ونص. معناها واحد كبدة مخصول ينجم في ساعة يخرج حويجة مزيانة وبنينة على الاخر. هوني شو عملت؟ عندي افخاذ دجاج صمتهم في ماء وملح وفلفل اكحل، كل واحد وش يحب، الكمية دجاجة كاملة، زوز دجاجات، افخاذ، صدورات اللي يحب هو. غليتهم في طرف ماء وملح وفلفل اكحل، ومن بعد ميم با دوب مغلي الماء طفيت عليهم. وبعد حضرت طنجرة اخرى فيها بصلة، قصيت بصلة، واللي يحب يزيد يزيد، وكمية سخية من الزيت. وحطيت عليهم الفخاذ متاعي تاع الدجاج، ومن بعد باش نفوحهم ونحطهم فوق النار، نزيدهم طرف ماء. الماء نورمالمون يغمهم، نغموهم بالماء ونحطوهم يغليو على النار معاك اللفاح هذاك، وتو تشوفوا بعد شنو زدتهم اخر مع بعضهم فرد المرة. المهم هوني وريتكم انا الاكثريه نحي الجلده نتاع الدجاج، ما نحبهاش، تعطي مطعم قوي ياسر، وفما اللي يحب يخليها يخليها. هوني فوحت الدجاج نتاعي، فلفل اكحل وملح، وتابل كل واحد والتابل نتاعو اللي يحبو. نحنا التابل نتاعنا نعملوه تابل وكروية وثوم وفلفل أحمر وفلفل أكحل ورند، بون هذا اللي نتفكر، ونرحيوه مع بعضهم. وزدت توا كركم، وزدت زنجبيل اختياري، زاد زنجبيل اما بنين مع الدجاج، زنجبيل على الاخر وصحي على الاخر زادة. وزدت رند وكليل شايح ولا كليل اخضر كيما تحب. هوني ما حطيتش الثوم، انا مانيش باش نحط طاو الثوم على خاطر ما نعرفش، الدجاج ما يعجبنيش بالثوم. كل واحد وشنو يحب، بطبيعة تنجم تزيد الثوم على روحك، ولا تنجم تزيد معاه فلفل مهروش ولا هريسه، كل واحد وش يحب يحط. وحطيتهم كما قلت لكم، غميتهم بالماء كيما طراو، تغموا بالماء وبداو يغليو ماء سخون. وحطيت كعبات بطاطا، غسلتهم مليح البطاطا بالبروس نتاع البطاطا الخاصه وما قشرتهمش، حطيتهم كيما هما، هما صغار مش كبار، وخليتهم يتيبوا للي الدجاج يشرب الماء نتاعو، مش الماء نتاعو الكل، نخليو منه كميه. نهبط البطاطا نتاعي اللي حطيت فيها السكينه نلقاها طريه من داخل، نهبطها وباش نقصها. نتاع بعد نهبط الدجاج نتاعي، الدجاج باش نعملو، باش نحطو في طبق الكوشه، ندهن طبق الكوشه بالزيت، ومن بعد نحط عليه الافخاذ الدجاج نتاعي ولا الدجاجه ولا اللي تحبوا كما قلت لكم انتم، ولا اللحم، ولا المهم انا عطيتكم الفكره وانتم بدلوا بعد شو تحبوا في اللفاح وفي النوعيه. وحطيت الدجاج نتاعي، وطبعا نقص في البطاطا نتاعي، والبطاطا بطبيعة ما داخل ماهيش مفوحه، باش نفوحها ما وصلتهاش لفاح كمان، ماهيش مفوحه، باش نقصها على اربعه، كل كعبه باش نقصها على اربعه، وباش نفوحها ونحطها مع طبق في الدجاج بتاع الدجاج. كما قلت لكم هوني تعمدت باش نخلي الفيديو طويل، باش تتبعوا المراحل بشويه بشويه وتستوعبوها وتفهموني شنو نقصد. طاوة زدت شويه ملح وفلفل اكحل، وتابل كالعاده تقريبا نفس الفيح نتاع الدجاج والكليل، الكليل في البطاطا والدجاج، فريمون حاجة مش نورمال، معاها الكمونة. طبعا بعد نوريكم كيفاش حطيت الكمون. ودهنتهم شوية زيت باش تلصق فيهم لفيح يلصق فيهم. وبعد شو نجيب الطبق نتاعي تاع الدجاج، مازلت ما حطيتوش في الكوشة، نجيب طبق الدجاج مدهون بالزيت اللي حطيت فوق الدجاج نتاعي، خلط البطاطا نتاعي ونوزعها فوق الطبق الكلو.
هوني حطيت البطاطا متاعي، ومن بعد باش نكمل نزيدهم مع بعضهم كمون وفلفل احمر. الفلفل الاحمر هوني مهروش، الفلفل الاحمر العادي بتاعنا التونسي الشايح، الفلفل الشايح نشيحوه مليح ونرحيوه في المولينكس بتاع الفلفل الاكحل وكل، يخرج لنا مهروش، ولا نشريوه حاضر من عند تويبلي يتباع حاضر، اما واحد يعمله في الدار انظف خير. وقلت لكم حطيت كمون وحطيت الفلفل المهروش فوق البطاطا وفوق الدجاج، زدتهم يعطيو بنا ياسر 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 روعة، وتحسهم كيم تاع الشارع. وحطيتهم في الكوشة، الأكثرية نحطهم تحت الشواية من لوطا، من شعلش شعل كان على الشواية من فوق باش يشيحوا، خاطر هما طايبين ديجا، انا جست باش نعطيهم هكا القرمشة هذيك. بعدك الصوص هذيك اللي وريتها لكم توا اللي قعدت لي من الدجاج حطيتها في طنجرة أخرى، وجبت طرف شامبينيون فخي، تنجم تحط شامبينيون معلب كيما تحب انتي، ما تحبش الشامبينيون بدل بحاجة أخرى، تروف سكالوب، ما نعرفش الحمى فروم اللي تحب انتي. باش نعمل بيه هدايا مرقة، قصيت الشامبينيون وحطيت المرقة متاعي الأخرى على الغاز قاعدة تغلي، هي دوب ما تغلي، وانا باش نرمي معها الشامبينيون والجلبانة. هوني جلبانة عندي معلبة زادة طايبة ومورها واضحة، وفلفل أحمر، الفلفل الأحمر يعطي مطعم ياسر بنين للماكلة. وباش نحطهم يكملوا يتيبوا، مش يتيبوا برشا، جوست يتقلاو شوية في وسط المرقة، الشامبينيون ما يشدش برشا في التطيب، والجلبانة طايبة، والفلفل كيف كيف ما يخوش برشا، جوست يذبل شوية. وماذا بيكم على نار عالية، الشامبينيون ما يتيبش على نار واطية، سايب الماء نتاعو يولي ما عادش بنين، باش تقعد البنة نتاعو فيه يتيب على نار عالية. هوني رمينا الشامبينيون نتاعنا ورمينا الفلفل، وباش نرمي الجلبانة نتاعي. كيما تراو المرقة هوني عاقدة كونسونطري برشا، هوني باش نكمل نرمي جلبانة ونزيدهم طرف ماء باش تكمل تغلي، مش برشا ماء، شوية ماء، خاطر مش باش نخليهم يتيبو برشا. ديجا تعمدت باش نخلي لكم الفيديو تشوفوا المراحل تقريبا بالتدقيق. كيما هوني دخلوا في بعضهم المكونات، وباش نزيد الماء نتاعي ونخليهم يغليو، هو يشيح ينقص شوية الماء، الماء ينقص شوية وانا باش نهبطو. عم قبل ما نهبطو باش نبرش كعبتين سنتين ثوم كبار، وانا الثوم نحبوش يطيب في الماكلة يسيب مرارة. هوني نبرش كعبتين الثوم متاعي ونرميهم ونخلطو، هو يعملك الغلوة وانا نطفي عليه، نهبط طنجرة متاعي. هوني الصوص متاعي طابت بالشامبينيون والجلبانة والفلفل الأحمر، صايي حضرت حطها على جنب. وانا ديجا صمت المقرونة، عملت مقرونة سباجيتي، واللي يحب يعمل روز بسمتي يبدا بنين على الاخر، وانا روز عادي، كل واحد شنو يحب اختياره هذايا، وانا كسكسي ازعر. انا هوني اخترت مقرونة سباجيتي، وحضرت الطبق نتاع التقديم نتاع الدجاج، وزينته بالخس والفلفل الاحمر شوية من فوق، وقصيت هوني سلاطة خس اللي تحب عليه، المهم لازم سلاطة مع طاولة العشاء متاعنا. وعملتها خس وطماطم، ما عملتش حاجة كبيرة يعني. هوني الخس متاعي بطبيعة مغسول واموره واضحة. قصيت كعبة طماطم باش نعمل بها ديكوراسيون، وشوية باش نخلطو مع الخس. كل واحد بدريساج متاع الطبق متاعو، انا هوني مزروبة معناها باللي قدامي عملت، كل واحد وكيفاش يحب يعمل الدريساج نتاعو، كل واحد شنو عنده مكونات في الدار، وكل واحد شنو ذوقه وشنو معونه وش كل شيء. هوني حضرت السلطه نتاعي، وقلنا زدناها طماطم، والمقرونه نتاعي ديجا تصمتت وحضرت عشيه نورمال مو ولا حاضر، والطبق نتاع الدجاج في الفور ديجا تحت الشوايه كما قلنا نحبوه يكون مقرمش من فوق. حطيت الصوص لهنا مش لكلها، حطيت شطر الصوص وخلطتها، ما شاء الله هي باش تجي قويه، راهي مطعم الدجاج ومغليه مع الدجاج ومعاها شامبينيون، شامبينيون سدا بروتيين مطعم قوي، والجلبانة وكل بنينه بنينه مش نورمال بالحق، ننصحكم تعملوها.
وحطيتها في طبق التقديم زاده هي، واللي بقى على الاخر حبش نحطو زينه من فوق هكا باش تظهر المكونات اللي في وسط المقرونه شنو، ولا في وسط الطبق نتاعي باش نظهر شنو من المكونات نتاعنا، نحطوهم من فوق هكاكا، هكا يظهر الشامبينيون وتظهر الجلبانه ويظهر الفلفل والصوص نتاعي حتى من الثوم ظاهر. وباش نزينو انا بجبن كامومبير، يعجبني جبن كامومبير كي يذوب، كل واحد زاده كيف كيف يحب يزين على روحه، ولا تحب تعبيها بجبن ولا تحط جبن بحذاك، اختياري اختياري، يقعد كل واحد وشنو والله وقندور ونقول. الكامومبير اكتشفته مؤخرا الحق، كنت نخاف باش نذوقه خاطر مانيش من احباء الجبن، اما عجبني عجبني على الاخر، هو مطعمه هكاك تحسه فيه ريحه مش بنينه مش باهيه، اما كي يذوب يولي ما بانو. هوني باش نحط لافخاد نتاع الدجاج نتاعي ولا البطاطا. متاسف على الصوره اللي ماهيش واضحه طلعت، وزيد طبق اكحل وما ظهرتش مليح الاضاءه في الليل وكل ماهيش ظاهره مليح. على العموم في الصور يظهر لي واضحة بالكدا في الصور، طبعا بعد تشوفوهم ولا ديجا شفتوهم أول الفيديو. المهم الأساس وصل لكم، اللي الفكرة وصلت والباقي يقعد لكم انتوما، أنا حبيت نوصل لكم الفكرة كيفاش نجمو نعملو حاجة بالحق فاخرة وبنينة ومزيانة وبسيطة في نفس الوقت. علاش فاخرة وبسيطة؟ فاخرة في التقديم، انتي في التقديم بتاعك تنجم من صحن عادي تخرج صحن فاخر، مش معناها كافيار وصومون فومي ودرا شنو، انتي من الطبق بتاعك تنجم تخرج حاجة بالحق مزيانة تحلى في العين، قولوا العين تاكل قبل الفم. حضرنا الطبق نتاعنا وزيناه، هوني عمال نعمل في الفينيغريت نتاع السلطة نتاعي، عملت زيت وخل وملح وفلفل اكحل وزدتهم مايونيز، واللي يحب يعمل قارص يعمل، انا نحب الخل، وزدتهم مايونيز وتنجم تزيد كريم فريش تحط اللي تحب عليه انت، وصبيتهم فوق السلطه متاعي. وكي يجيوك ضيوف ما تعرفش عليهم يحبوا خل ما يحبوش يحبوا الفينيغريت ولا اعمل بحذاهم الصوص حطها متاع الفينيغريت حطها بحذا سلطه ما تفوحهاش، خلي اللي يحب يفوح على روحه يفوح على روحه. وحطيت شوية مايونيز قطانية من فوق معلبة، كاو زينتها بالطرف طماطم بالموجود كما نقولوا، وحموني حضرت المقرونة بتاعي حاضرة وسخونة، الدجاج والبطاطا بتاعي خرجوا من الفور محمرين ومقرمشين بنين ومزيانين حاضرين، السلطة بتاعي حضرت، الطاولة بتاعي حضرت، الجاتو بتاعي ديجا زادة حضرته كملت له الزينة بتاعه في الوقت هذاك. تحبوا ترجعوا تشوفوا الجاتو في الفيديو اللي فات، وانا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذا هو عشايا، وان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تعطيوني افكاركم وتعطيوني تقولوا لي شنو اللي مفهمتوش نزيد نفهمكم، وان شاء الله تكون الفكره وصلت. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك توا بالضغط على زر سابوني وزر الاشعار باش يوصلوا جديدنا، واذا عجبكم الفيديو جيم وبارتاج، ونستنى تعليقاتكم، وباذن الله في حلقه جديده وفيديو جديد وافكار جديده، وبسلامه.